قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلينا نروح لاميا ونشوف اخبار المواعيد معاها ايه واخبار المناسبات المهمه، هل بتلتزم وبتفتكر ولا ممكن تنسى؟ صباح الخير يا لاميا. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا منى. صباح الخير يا لاميا، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. انا ملتزمه قوي يا شاذلي بالمواعيد، وعلى فكره ايا كان الاشخاص اللي انا هقابلهم مهمين او مش مهمين، انا لازم التزم بمواعيدي جدا. لو حصلت حاجه طارئه جدا دي بتحس ان انا بلف في دايره كده علشان ابتدي اعتذر، والموضوع بالنسبه لي بيبقى كبير قوي. حتى لو خارجه مثلا، حتى لو خارجه، حتى لو متفقه مع مامتي او مع ابني او مع اي حد يعني في بيننا اريحيه في الكلام، لا لازم التزم بمواعيدي مهما حصل، مهما كنت تعبانه او مجهده. فالتزاماتي بالمواعيد دي حلوه قوي، وبتضايق جدا لو حد غير ميعاده معايا. ما هو للاسف بقى الناس لما بتغير مواعيدها بينعكس على الناس الملتزمه في النهايه، بيبقى مودي وحش قوي لوحدي كده. لا وغير كده ممكن مع الوقت كمان ما تلتزميش، لان انت خلاص اتعودتي ان الشخص ده لو قابلتيه كل مره بتدي له ميعاد بيتاخر مره واثنين وثلاثه واربعه، فهيبقى ده الطبيعي للاسف. ما بعرفش برضو، بفضل ملتزم بمواعيدي.